هذا الموقف حنا مده تقريبا واحد 12 عام وحنا في هذا الموقف. مالين ديباناج؟ مالين ديباناج الى عين حروده. حنا في هذا الموقف تقريبا شي 12 عام. جات السلطه دابا قال لك الاشغال، جات السلطه قال لك حيدوا من هنا راه كاين الاشغال، قال لي ماشي مشكل نحيدوا لكم من هنايا تتسير الاشغال رجعوا لبلاصتنا، قال لك لا سيروا الفوق للجرده ودرقوا تما ما كاينش فين ترزق الله. وقفوا تمايا مدرقين، مدرقك الحيط ديال لوطروط، مدرقك كل شيء. قال لك وقف تما بروفيزوار تبدا الاشغال، كاينه قنطره تما ديال لوطروط وكاين الجامع، ثاني غتبدا الاشغال نحيدوكم ثاني شنو نقلب لكم فين نديكم، يقدروا يخرجوك المدينه. وحنا الديباناج كاين المملكه المغربيه كامله، ما كاينش ديباناج خارج من المدينه، كل شيء وسط المدينه في السونتر، ما كاينش شي ديباناج خارج من المدينه. دابا قال لك اسيدي خرج سير طلع الحي الصناعي، وهاد الكليه اللي غيجي هذيك الحي الصناعي شكون؟ الناس هما هنا الباركينات هما موجودين، موجودين الباركينات تقريبا شي 8 المحطات ديال الطاكسيات، حتى واحد ما دوى معاهم، موجودين المحطات كلهم دايرين لهم محطات، وحنايا حاكرين قال لك حيدوا من هنا. دابا ملي جينا درنا وقفه احتجاجيه، جاو عندنا قال لك اسيدي ما ديرش شي وقفه احتجاجيه، حيدوا من هنا. قال لك ما حيدوا لي وقفه سلميه قانونيه، قال لك سيدي ما توقفش لي هنا دير شي وقفه احتجاجيه. قال لهم شنو الحل؟ الحل مسدود معاكم، مشينا وقفنا معاكم هذه مده تقريبا شي شهر ولا شهر ونص، وحنا كنمشيو عند السلطه المحليه والجماعه الحضريه كنديروا معاهم استجواب، ما عطاوناش الحل، ما عطاوناش الحل كاع. موسى غلاد نائب الاول رئيس جماعه عين حروده. اليوم هذا النهار هذا تفاجئنا بواحد الوقفه ديال الناس ديال الديباناج. حنا في اطار الاشغال خدامه هنا باش نصلحوا هاد قارعه الطريق، اذا بهم حنا في الحقيقه تفاجئنا بهاد الوقفه ديالهم، لان هنا وقبل من هادشي هنا في هاد الطريق هادي كان ممنوع وقوف الشاحنات، يعني ما عندهمش ما عندهمش حق الشاحنات توقف هنا كاع. اليوم جايين الشاحنات جايين هذا بوقفه هكاك احتجاجيه، وجايين من مدن اخرى ما فهمناش، بدون وثيقه ديال التنقل جايين الناس واقفين هنايا بدون ما عرفناش هذا الامر. وحنا كما كتشوفوا هنايا الاصلاحات الجاريه غير في البلاصه اللي كانت فيها غير كنصلحوا، ماشي كنديروا شي حاجه جديده، اصلاح ديال قارعه الطريق.